cheerleading in two additional time qualifiers to the final. انطلاقا وفقا مرة أخرى وسبع مشاركات على سبع المعدل التي مثلت بثماني متسابقات الآن عن المراكز الثلاثة الأولى الواحدة للدور القادم بسرعة 800 متر إلى صدارة الترتيب الآن وبحثا عن رفع سريع أسرع من المجموعة الأولى لتأهيل أكبر عدد من المشاركات إلى الدور المقبل. Shiomi of Japan carrying through the first 200 meters in 29 seconds. Followed by Akigawa of Sri Lanka. And Hu Jiying of China. Separation now between the top three and Kumbhul Chandri of India with one lap to run, 60.4 on the first lap, quicker first lap here in section two. كانت الأمور هي أولى الآن إلى صدارة الترتيب مع الأداء اليابانية شيومي والتي تصدر القائمة بعدما قطعت مسافة 4 متر في دقيقة واحدة والآن 15 إذا صدارة الترتيب مع المدى السابقة اليابانية بعد 30 عن المراكز الثلاثة الأولى أيضا حصول حاضرة بالنسبة لهذا السباق الحذاري هو سين التي تحدث أيضا عن المراكز الصغرى سرع أيضا وفقط 15 مترا بين والمسابقة الأخيرة بأول 50 متر ونتعرف على الثلاثة الأوائل في هذا السباق. 132.8 and 600 meters and Chandri of India now back into the mix here for the top three. Artigala out and Sotomayor from 2017 will take the victory. Shiomi. تفوق السباقي بالنسبة للسباق من طرف تفوق السباقي بالنسبة